بسم الله الرحمن الرحيم على هامش القمة العربية الأمريكية المنعقدة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. هذه القمة التي تأتي في ظروف عالمية دقيقة ومعقدة إلى حد كبير، ربما بينظر إليها الكثيرون على أنها إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة، إعادة تنظيم المعادلة السياسية ومعادلة العلاقات الدولية في الإقليم. كثير من التحليلات التي قد جرت خلال الفترة الماضية التي سبقت القمة. نحن الآن في خضم انعقاد هذه القمة، حيث وصل من دولة إسرائيل الرئيس الأمريكي والوفد المرافق له، ربما يحمل كثيرا من المشاكل الداخلية الأمريكية وكثيرا أيضا من الطموحات التي تجعل من هذه الزيارة طوق نجاة للإدارة الأمريكية التي تعقدت الأمور أمامها كثيرا، وهي مقدمة على انتخابات تجديد نصف في نوفمبر القادم. أيضا على الجانب الآخر من النهر بينظر الروس والصينيين إلى هذه القمة على أنها ربما قمة اتخاذ القرارات المصيرية. الدول العربية المجتمعة هنا، دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن والعراق، هذه التشكيلة وهذه الدول وهذه الأعلام المرتفعة في المملكة العربية السعودية لها دلالة. طريقة التصريحات التي صدرت قبل القمة وما يجري في الداخل الآن في جدة، ربما كان من الضروري أن نذهب لنستقرئ ونستوضح ونستشرف ما جرى في هذه الأثناء، وأيضا النتائج والمخرجات لهذه القمة. بيسعدني ويشرفني أن ألتقي مع رئيس تحرير صحيفة عقاد في المملكة العربية السعودية للصحيفة الرصينة الشهيرة، ومع رئيس التحرير جميل الزيابي. أهلا بحضرتك. شكرا جزيلا وحياكم الله في جدة، ومتابعين لعملكم ورشادكم وتفاعلكم، وإن شاء الله يعني نقول ما يمكن أن نقدمه يستقري فعلا الحالة لهذه الزيارة وهذا التجمع العربي الأمريكي. أستاذ جميل، خليني أروح إلى ما يدور في الشارع العربي عن توقيت هذه الزيارة وتوقيت هذه القمة والاستدارة الأمريكية المفاجئة التي ينظر إليها الكثيرون لأنها دراما سياسية، والانتقال من مربع الهجوم على الدول العربية وأنها دول بها كذا وكذا وكذا إلى أنه قد جاء بنفسه إلى جدة لكي يقرأ ويستقر مع القادة والزعماء في المنطقة مستقبله السياسي. تعرف الدول الكبيرة لا تخشى مما يقال أو يحاك ضدها، لأنها كبيرة ولديها مقوماتها وأدواتها وإمكاناتها وقدراتها. في اليوم المملكة العربية السعودية عندما يأتي الرئيس بايدن، نتذكر في البدايات بأنه كان يقول بأنه سيجعل من السعودية دولة منبوذة. اليوم هو يأتي إلى المملكة العربية السعودية كدولة محورية، كدولة محورية مؤثرة وفاعلة ولها أيضا قدرات ولا تخفى ولا تخفى الإدارة الأمريكية. الثاني في الأمر أنه قبل أن يأتي أيضا إلى المنطقة كتب مقالة يبرر فيها لماذا يزور السعودية، وهذه لم تطلب منه وإنما هو من تلقاء نفسه، لأنه يريد أن يصحح مسار العلاقة مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع الدول العربية. اليوم الاجتماع اللي في جدة في بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله، وبالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وكذلك قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وطبعا بوجود المملكة العربية السعودية وعلى الأرض السعودية بحضور الرئيس بايدن، هو ليس فقط للسلام والابتسام والمصافحات وتقديم أفكار عفا عليها الزمن، ليست قمة علاقات عامة وليست قمة فقط أن نتبادل الابتسامات ونتصافح ونذهب، لا، قمة يراد أن تخرج بمخرجات حقيقية لها تأثير وانعكاسات مستقبلية، تكون لها انعكاسات جيدة على أمن واستقرار هذا الإقليم وكذلك على العالم. أمريكا لديها مشكلات وتحديات، الغرب لديه مجموعة من التحديات حاليا، منطقة الشرق الأوسط مكتظة بهذه التحديات وكذلك المهددات والمخاطر اللي تطوق كثير من هذه البلدان. اليوم عندما تجلس هذه البلاد قادة هذه الدول العربية المهمة والمؤثرة
يعني مع الرئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة للدولة الأقوى في العالم، ويتم تسمية الأشياء بأسمائها، وأيضا وضع النقط على الحروف. يجب أن يكون هناك في نتيجة. صحيح. والعالم العربي اليوم شبع من التصريحات والبيانات والكلام الذي لا يؤدي ولا صحيح. لا يقدم ولا يؤخر. المفترض في هذه القمة أن نرى نتائج حقيقية، وأنا أعتقد بحسب يعني معرفة من مسؤولين بأنه فعلا ستتم تسمية الأشياء بأسمائها. وهذا اليوم هو عندما يأتي بايدن إلى المملكة العربية السعودية وهذه البلاد، هم ليسوا مدينون لك بشيء. أنت اليوم تريد، لديك مشاكل الحرب الروسية الأوكرانية، التغول الروسي في أوكرانيا، لديك أيضا أسعار الطاقة وارتفاعات هذه الأسعار. صحيح. لديك أيضا مشكلات المهددات الموجودة على الحلفاء، طبعا سلاسل الإمداد، المشاكل الأخرى، الإرهاب. يجب دعم هذه البلدان لاستعادة الأمن والاستقرار، وكذلك عدم يعني الاستماع لما تردده جماعات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية التطرف. الجماعات الإرهابية، جماعات العنف والتطرف اللي هم بعضهم أصبح في أوروبا وأصبح في أمريكا ولاجي ويجد الدعم، ومن ثم يتحدث على البلاد التي غادرها بسوء، لأنه يريد أن ينشر الفساد. صحيح. الفوضى والخراب. هذه من الأشياء المهمة، لكن هناك أهمية، نعرف أن الاقتصاد له انعكاسات أيضا على السياسة، هو الذي يحرك السياسة. طبعا اليوم الاقتصاد في الدول الأوروبية لديها معاناة، ومجموعة العشرين وضعت مجموعة من الأشياء التي يجب أن تعالج، ونعرف ما هي الشكاوى المتزايدة في الداخل الغربي، في الداخل الغربي، داخل المجتمعات الغربية، من سواء من أسعار الطاقة، من ظروف الحياة المعيشية، من الارتفاعات، من الانفليشن، التضخم، كثير من هذه الأشياء. الآن هذه مرحلة مهمة جدا، أن عندما يأتي الرئيس بايدن أو مع مجيء الرئيس بايدن وقبل مجيئه، لابد أن يكون الحديث عن الشراكة، الشراكة التكاملية، مش الشراكة أنه أنا مش تابع ومتبوع. لا، تابع ومتبوع. أنت لست مدينا لك، وإنما أنت تريد مني أن أصبح حليفا، علاقات طبيعية. طبعا علاقات طبيعية، يجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على التكامل والاحترام المتبادل، غير ذلك غير مقبول. وهذا ما عملت به المملكة العربية السعودية أخيرا، فعندما رأت أنه، إذا تذكر الأمير محمد بن سلمان عنده في مقابلة صحفية سابقة قبل شهرين وثلاثة أشهر، عندما سئل عن الرئيس بايدن قال لا يعنيني الأمر. دي أتلانتك. نعم. قال لا يعنيني، لمجلة أمريكية أتلانتك، قال لا يعنيني هذا الأمر. وهذه إجابة مهمة جدا، تدلل على الند للند. لا نقول أن أمريكا ليست دولة كبيرة. نحن أصدقاء لكن لسنا تابعين. طبعا نحن حلفاء وأصدقاء وشركاء، ولكن يجب أن لا يعني تستخدم أسماء هذه البلدان العربية دائما في عملية الضغوطات والحملات ومحاولة التشويه والفبركات التي لا داعي لها. يجب أن يكون هناك فعلا علاقة مبنية على شراكة حقيقية، هذه الشراكة لها هذه النتائج وهذه المخرجات التي تفيد مصالح هذه الشعوب وتحافظ على الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم. طيب خليني، دي مخرجات متوقعة هتغير بشكل كبير جدا من طريقة التعامل، طريقة التعاطي، طريقة تعريف الأشياء بمسمياتها الحقيقية. لم يعد هناك تابع ومتبوع، لم يعد هناك دولة تستطيع أمريكا أن تغتلها معنويا، فكرة دولة منبوذة تتحول دولة محورية وفقا لمصالح أمريكا. الشعوب العربية انتفضت وفهمت هذا، وكذلك الزعماء الحاليين اللي موجودين في قاعة واحدة، الملك سلمان، الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القادة، باقي القادة لدول الخليج. أتصور أنه فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية من مفهوم وطني، وكل رئيس من هؤلاء الرؤساء وكل زعيم يرى انه قوته في مع شعبه. صح. وقراره من عاصمته، ولم تأتي اي قرارات من خارج العاصمة الخاصة بكل دولة من الدول. هذا التوافق الحاصل في المجتمع العربي ترى انه كان مهم
استقبال الرئيس الامريكي دون اي خلافات داخليه؟ يعني ترميم البيت العربي اولا. لا لا شوف، ما في خلافات بين في البيت العربي. البيت العربي للامانه حاليا، خصوصا هذه البلدان اللي تحضر قمه جده، في يعني تشديد على موضوع الوحده الوطنيه، وموضوع اللي هي اللحمه الوطنيه او البيت العربي او القومي، البعد القومي. يعني الامير محمد بن سلمان قبيل هذه الزياره قبل شهر تقريبا زار مصر، بدايه بمصر ثم ذهب الى عمان ايضا في الاردن. كان هناك تعزيز وتنسيق للمواقف الكيفيه والعمل العربي المشترك، ولانه المصير واحد. يعني اكتشفنا ذلك بعد صحيح طبعا صحيح. وعمليه اهميه الحفاظ على السلم الاهلي، ودائما السلم كيف ينبع؟ هو الحصانه دائما لاي دوله، من تنبع من الداخل. صحيح. يعني التماسك الداخلي، الجبهه الداخليه. طبعا الجبهه الداخليه هي الاساس. التكتل الداخلي في وجه اي عدوان، اي مخاطر خارجيه، هو الاساس. وهذا دائما اللي يميز هذه البلدان. اليوم نرى انه مثلا العراق يئن من جراح عده. سوريا، اليمن، لكنه هذه البلدان العربيه اللي اوضاعها اليوم افضل حالا واقوى، ولديها رؤيه ولديها مشاريع مستقبليه، بتحاول تاخذ بايد هذه الدول، تاخذ بايد هذه الدول صحيح، وتعاون وتساعد اعاده العاصمه العربيه الى ما كانت عليه. طبعا لابد ان تعاد. لا يمكن ان تكون هناك حاله سلم وحرب بدون هذه البلدان، لانه هذه البلدان اليوم العالم ليس بحاجه الى الحروب، لانه الحروب اليوم لو بتنظر حتى التقنيه موجوده صحيح، الهجمات السبرانيه. لكن الاهم من ذلك انه كيفيه ان تعمل امريكا مع هذه البلدان بما يحقق المصالح المشتركه، وليس المصالح الامريكيه على حساب المصالح العربيه. صحيح. هناك اهميه ان يكون هناك تكامل في هذه العلاقات، اما عمليه الاملاءات او الضغوطات او الحملات او اي اجراءات اخرى تصاحب ذلك غير مقبوله من هذه البلدان. والدليل على ذلك في رد الأمير محمد بن سلمان، لا يعنيني هذا الأمر. صحيح. القصة قصة مختلفة تماما. اليوم نحن بلدان لدينا السيادة ولدينا القدرة ولدينا الإمكانات ولدينا الأدوات، وإلا كان بإمكاننا من أول تصريح أمريكي زيادة إنتاج كميات من البترول عملت السعودية، بداية السعودية لم تفعل ذلك، وإنما لديها قرار والتزمت بما حظت عليه اجتماعات اوبك بلس. صحيح. طيب خليني اروح قبل ان يصل الرئيس بايدن الى جده، كان في دوله اسرائيل وربما تابعت كرئيس تحرير ما تابعناه من بيان اورشليم الذي خرج ليؤكد على جمله من الثوابت الامريكيه، امن اسرائيل، السياده الاسرائيليه والتفوق العسكري الاسرائيلي. كل هذه الامور تاريخيه وليست صدمه بالنسبه لاجيالنا، ليست جديده، لكن الجديد هو هذا الحوار الذي اسموه الحوار التكنولوجي، حوار بين امريكا وبين اسرائيل لتصبح اسرائيل دوله رقم 4 في العالم مع الولايات المتحده في علاقات وفي حوار تكنولوجي بعد بريطانيا واستراليا واليابان. هل ترى انه علينا ان ننتبه الى هذه الطفره التي تحققت في دول العالم وخاصه اسرائيل كدوله اقليميه موجوده معنا شئنا ما بيننا، هذا التفوق التكنولوجي وهذه الهبه التكنولوجيه، كيف يمكن نتعامل مع هذا ونحن في محيط اقليمي واحد؟ طبعا شوف، اسرائيل يعني سبقت بمراحل في خصوصا في البحث العلمي والابتكار في مراكز البحوث والدراسات، كان لديها رؤيه واضحه منذ البدء. ثانيا في الموضوع التقني والتكنولوجي كانت متفوقة تماما، وكان لديها شركات تعمل بهذا الاتجاه ولديها قدرة على التصنيع، يعني بمجموعة من يعني لا تحضرني بعض الأسماء، لكنه إسرائيل في هذا الأمر تعمل. لكنه أنت أمريكا عندك وادي السيليكون، صحيح، السيليكون فالي، هذا واحد من الأشياء الطفرة العالمية في العمل التكنولوجي والتقني والشيء. هذا الحوار يحتم علينا في المنطقة أن احنا، لكن احنا نتحرك ولدينا عقول عربية شابة واعدة،
واعتقد اليوم السعوديه لديها تجربه مهمه جدا مما يحدث اليوم من ابس التطبيقات الموجوده اللي اصبحت اليوم في المتناول. في مصر انا لاحظت اخيرا حتى يعني على مستوى بعض المشينز اللي شفتها كانت يعني هي المتقدمه لاخر اصدار من الابلكيشنز الموجود. وفي اليوم تحرك العالم العربي بهذا الاتجاه. صحيح لدينا مشاكل ولدينا صعوبات ونواجه مجموعة وجملة من التحديات، لكنه في الأخير نحن نعمل، وطالما نعمل أنا أعتقد أنه نسير على الطريق الصحيح. صحيح أنه ما أحد بينتظرك، أنه لا أمريكا ولا إسرائيل بتروح عندما تبتكروا شيئا توقف في أول الطابور وتقول أنه خلاص وصلت إلى المقدمة. لا، العالم لا ينتظر، مستمر مستمر. صحيح. ما لا أحد يتوقف، من يتوقف سيبقى في آخر الرتل. صحيح. صحيح. ولذلك هذه أعتقد أنه هذا العمل التقني هو العالم، والعالم اليوم كله يتحول إلى سباق تكنولوجي يعني في الكف يعني. صحيح. بأدوات. صحيح. يعني من الأشياء اللي قاعدين نقرأها كثيرة حول التقدم التقني، لكنه أنا أعتقد أنه طالما في عمل سنلحق بالركب. أنا بشكرك جدا، ونحتاج إلى شراكات وتحالفات في المواضيع التقنية والتكنولوجية. دي الأهم. أنا يعني ما لفت نظري وأعتقد لفت نظر كثيرين في البيان الختامي، لم يكن بيانا مبنيا على أسس سياسية وعسكرية، وإنما كان الحوار اسمه الحوار التكنولوجي بين واشنطن وبين إسرائيل. ورئيس وزراء إسرائيل لبيد كان بيتكلم على إنه احنا لنا الشرف ولنا الفخر انه اسرائيل الدوله الرابعه على مستوى العالم اللي اجرت هذا الحوار التكنولوجي مع الولايات المتحده الامريكيه. فده اعتقد بيحمل علينا تحدي جديد، انه لابد ان يكون هناك حوار تكنولوجي بين الدول العربيه ايضا. صحيح صحيح. ويجب ان نستفيد من الخبرات. يعني ما معناه انه الخصوم لا تستفيد من الخبرات الموجوده، كيف تستفيد منها؟ اينما وصلوا، ما نقول من اين بدأوا، وين وصلوا؟ لن نخترع العجلة من جديد. العجلة يحتاج أن تسير وتسرع أيضا في عملك. صحيح. أستاذ جميل، أنا بشكرك جدا. شكرا جزيلا. إن شاء الله على قناة تن، إن شاء الله يعني على وعد بلقاءات أخرى. شرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا، كان هذا الحوار مع سيد جميل الزيابي رئيس تحرير عكاظ السعودية. دمتم في أمان الله.